للحديث في أكتو كونسو باش نرجعوا على الرقابة على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. نحكيوا على اقتراب كما قلنا رأس السنة الميلادية، هل الاقتراب المناسبة هذه تزامنت معها انطلاق الاستعدادات بالنسبة للرقابة اللي تمثلها هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟ هذا الكل يجاوبنا عليه سي مدير سي محمد الربحي، مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد. أهلا وسهلا، صباح خير بيه، صباح خير وصباح خير الناس الكل. مشكور جدا على التدخل معنا. إذا سي محمد، الفريق و 24 فريق أو أكثر بالنسبة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية انطلقوا اليوم في عمليات الرقابة فيما يتعلق في علاقة باقتراب رأس السنة الميلادية. وهو كذلك، هو في الواقع راهو ماهوش مربوط كان بالمناسبة هذه، أي هو عمل متواصل، هو العمل الرقابي في إطار برنامج متكامل، والبرنامج هذا يتم إعداده سنويا، ولكن فيه فترات يتم فيها توجيه الرقابة إلى ميادين دون أخرى باعتبار اتجاه المستهلك نحو استهلاك مواد دون أخرى. هكا علاش تو مثلا المولد النبوي الشريف ولا شهر رمضان المعظم ولا رأس السنة الإدارية، هذا ما الكل يتم يعني توجيه تكثيف البرنامج إلى هذا البرنامج الخصوصي اللي هو يستهدف الرقابة الصحية على هالمنتوجات اللي يتم استهلاكها بصفة مكثفة. صحيح احنا هذه لمحالة مراقبة المواد نتاع المرطبات هي طيلة السنة، ولكن بدينا منذ عدة أيام توجيه الرقابة تكون عندها أولوية لمثل هذه المحلات، والهدف منها هو يعني الرفع من الأمان نتاع السلامة الصحية اللي في مستوى هذه المنتجات، ويتم بالأساس استهداف هك المواد الأولية للصنع وكذلك عملية التصنيع والأعداد والخزن ونقل وعرض المرطبات وظروف الحفظ والكل، هذه كلها مراحل يتم استهدافها باش نأمنوا سلامتك المنتوج النهائي. ونفس الشيء بالنسبة للسنة الإدارية، هو تعرف ولات معروفة بالقطو وبالدجاج، يعني نفس الشيء بالنسبة اللي هو صائر بالنسبة لمحلات صنع وبيع المرطبات، هو أيضا نفس الشيء بالنسبة للحوم الدواجن ومشتقاتها بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاسترسال والمراقبة الصحية البيطرية وشروط الخزن والنقل والعرض لهذه المواد، وهذا كل معناها ياتي في إطار تنفيذ البرنامج والقانون نتاع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي فيه الحقيقة بعض إجراءات تستوجب الردع. وطبيعي جدا احنا الهدف هو مش الردع، ولكن الهدف هو التعبير، هو التنسيق، هو البلوغ النسبة كبيرة من الأمان لهذه المنتجات، ولكن يبقى ديما فما مخالفين إما عن حسن نية أو عن سوء نية، وهذا ما احنا يتم التعامل معهم حسب القانون. طبيعة فما القانون فيه جوانب متعلقة بالردع، ثم عقوبات إدارية تتعلق خاصة بالغلق وهك الميزان دمار إلى غير ذلك، ولكن أيضا ثم الحجوزات المحجوزات متاع المواد الغذائية اللي هي تعتبر خطرة أو غير آمنة، وكذلك بالنسبة وأيضا فما الجانب الآخر اللي متعلق بهك الأعداد المحاضر متاع البحث، يعني سي محمد تعدل العدالة. انطلقت يعني عمليات كما قلت لنا هو إطار برنامج متكامل، لكن يصير فيه عمليات التكثيف ولا توجيه الرقابة لمسلك معين أكثر من الآخر. إذا انطلقت منذ وقت تقريبا؟ لا، هو عندها أكثر من شهر بدأت عملية مراقبة صنع وبيع المرطبات، واخذة حيز كبير من الأنشطة الرقابية سواء كان على مستوى الجهوي أو المستوى المحلي. الحصيلة الأولية اللي عن هو احنا علاش انا بديت لك برنامج سنوي
احنا الى حد الان يعني معناه باش خاطر المواطن التونسي او المستهلك التونسي او المستمع بصفه عامه معناه ممكن ما تهموش برشا انه نعطيه كان معناه نتيجه الزيارات في هالايامات. احنا ديما فما عنا البرمجيه نتاعنا تعطينا ديما هك اللي في كوميلاتيف يعني وين نقدموا في الوقت وين النتائج ديما تظهر. احنا ناهيكوا انه من تو مثلا خلال السنه هذه لحد توا احنا فتنا ال 60,000 زياره، هو المحاله عدد الزيارات ينجم ما يهمش المواطن، ولكن اللي يهمه اكثر هو انه وقت اللي يسمع اللي هل العمليات الرقابيه دي مكنتنا من حجز اكثر من 1425 طن من المواد الغذائيه غير الصالحه للاستهلاك. هذا الحقيقه رقم كبير ونعتبروه احنا مهول، لانه يعني وقت اللي نبداو نتكلموا بمحجوزات تفوت ال 1000 طن هذا حاجه كبيره. نفس الشيء يعني بالنسبه للمكونات نتاع هذه الماده اللي نستهلكوها برشا ونستعملوها برشا في صنع المركبات اللي لحد الان وصلنا حجز اكثر من 26,000 بيضه، وكذلك 26 حوالي 26,000 بيضه قلت لنا معناتها للصنع الموجه لصنع الحلويات معناها في اغلبها في اغلبها. نفس الشيء بالنسبه للمشروبات الغازيه والعصائر والمياه المعلبه تم حجز اكثر من اكثر من 80,000 لتر. يعني والاسباب بصفه عامه خاطر يسال ان يسال علاش نحجز فيها، احنا نحجز هذه اما ظاهر عليها علامات التعفن والا وجود الفطريات، وتعرفوا انتم الفطريات هي مربوطه بعمليه الخزن. اذا كان المكان بتاع الخزن فيه رطوبه طبيعي جدا باش هك الفطريات تتكون وتتوالد وتسيب هك الفضلات بتاعها في شكل سموم، وهذيك اللطف معناها عندها اثار كبيره على الصحه. وكيف كيف يعني من بين زاد الاسباب الاخرى هو انبعاث الروائح الكريهه خاصه من المواد اللي معناها قابله للتعفن. وكذلك وجدنا من بين المحجوزات انه انقضاء تاريخ الصلاحيه ولكن الماده معروضه للبيع. بالطبيعه هذا من جانب الرقابي بالعين المجرده، ولكن ايضا احنا ننتهج وقت اللي يبدا عندنا شك في ماده يتم تحليلها ونلوجوا بالاساس على سموم الفطريات وهك المواد المحظوره مثل بعض الملوثات الى غير ذلك. وجدنا احنا اخيرا فيه مواد غذائيه يتم استعمال ملونات محجره في تونس. والسبب الاخر اللي المواطن التونسي مازال ما يعطيش قيمه كبيره ولكن هو عنده اهميه قصوى هو هك التعليب الغير صحي. يعني وقت اللي تبدا انت حاط ماده غذائيه في انيه غير صحيه طبيعي جدا انها باش تتلوث، لانه فما هك الميغراسيون ما بين الانيه اللي نحطوا فيها الماكله والماكله، وبالتالي التعليب الغير صحي. ونشوفوه احنا يبدا ماده غذائيه محطوطه في ساشي مرسكل والا في تبدا البوبالات والا في يعني معناها في ظروف ماهيش صالحه للاستهلاك. هذا هو هذا هو هذا هو احنا وعلاش نحكي هكا لانه احنا وهذه بارك الله فيكم معناها ديما انتم شريك فاعل في التحسيس والتثقيف من اجل الصحه باش المواطن يكون عنده ثقافه صحيه تمكنه من حسن الاختيار. وقت اللي نحكيه احنا هكا في الاذاعات وخاصه الاذاعات المسموعه والبرامج المسموعه المواطن باش تكون عنده هك الفكره، لانه وقت اللي باش يمشي يقضي يلزم يعرف اللي راهي الماده الغذائيه هي تمر بعده مراحل وهي معناها كلها متكامله
إذا كان مرحلة من المراحل اختلت فإنه راهو بقية السلسلة الكل راهي تتواصل معناتها أي واضح يا سي محمد. مشكور جدا سي محمد الرابحي على كل هذه المعطيات. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس فهم. رجعنا معاه على الحجوزات اللي تهم الرقابة الصحية. يقول لنا راهو برنامج متكامل صحيح مع اقتراب مناسبة من المناسبات يتم هكا توجيه هكا الرقابة ذيك إلى مسلك معين، لكن هو راهو برنامج متواصل ومتكامل بكل فروعه في كل المسالك نتاعو. مشكور جدا رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية. الحوار كامل